80 يوما مضت منذ بدء الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وقطر مستمرة في عنادها ولم تستجب بعد للمطالب العربية بوقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الآخرين. ولم تفلح الآثار الاقتصادية السلبية التي ضربت الإمارة في رضعها عن المضي في سياساتها المدمرة. سنوات طويلة مرت على تغلغل أذرع قطر تنظيم الحمدين الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار شعوب المنطقة، آخرهم كانوا 80 يوما التي مرت منذ أن قطعت مجموعة الدول العربية الراعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية بالإمارة وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لتتخذ بذلك موقفا واضحا بعد تعدد البراهين على العلاقة الوثيقة التي تربط بين قطر وكل أشكال الإرهاب في العالم. 13 مطلبا قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر تنظيم الحمدين في إطار حل الأزمة، ولكن وكعادتها استخدمت الدوحة مهاراتها في التملص ولعب دور الضحية لاكتساب تعاطف الشعوب الأخرى، إلا أن اللعبة صارت جلية ولا تنطوي على الكثيرين، واستمرت قطر في موقفها المعادي وتجاوزاتها بحق جيرانها عن طريق إثارة الأكاذيب والمزاعم وإشاعة حالة من الضبابية، مدعية أن تلك المطالب ما هي إلا تدخل في سياستها الداخلية. خفض مستوى العلاقة الدبلوماسية مع إيران وطرد أي عنصر من الحرس الثوري على الأراضي القطرية كان المطلب الأول على رأس قائمة المطالب العربية، بالإضافة إلى مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، والتي يعد تدشينها محاولة للي ذراع دول الجوار خاصة الكبرى منها، في ظل دعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية التي تحتضن الدوحة نسبة كبيرة من قيادتها. أما مطلب وقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول العربية فكان طلبا واضحا ومفهوما، إذ اتخذت قطر من أراضيها منصة لإيواء كل المطلوبين الذين ثبت تورطهم في الدعم أو التخطيط لأعمال إرهابية بالدول العربية. وجاء مطلب إغلاق قناة الجزيرة القطرية ضمن قائمة المطالب 13، معتمدا على مسار طويل من الممارسات الإعلامية غير المهنية وسنوات أطول من الصبر على التحريض ودعوات القتل ومبايعة تنظيم داعش الإرهابي على شاشاتها. وها هم 80 يوم يمضوا وقطر لا تزال تسدد أسهمها المسمومة في القلب العربي، وها هم الدول الراعية لمكافحة الإرهاب تؤكد أنه لا تنازل عن المطالب 13 واعتبارها الحل الأوحد لحل الأزمة.